برضه ما اكلتيش كويس؟ صحيت ما لقيتش حضرتك، انت رحتي فين؟ رحت السوق اشتري شويه حاجات، وجبت لك حاجه يا ريت تعجبك. سجاد الصلاة؟ وإيش ده كمان؟ ده حلو قوي. هو حضرتك بتعملي إيه؟ عشان تبقي على راحتك. لا لا ما تشيليش حاجة، أنا على راحتي. شوفي يا أمي، أنا معرفش عنك حاجة، بس حالتك مش عجباني، والكلام اللي قاله لي كمال ده ما يخشش في دماغي بمليم. عايزة تقولي لي الحقيقة، انت حرة، مش عايزة، براحتك، بس اوعي تضحكي علي. اتفقنا؟ لا استني حضرتك، انا هفتح، والنبي ما تشيلي حاجة. خلاص اتفقنا.